إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها خاصة ما تعلق بترويج المخدرات المؤثرات العقلية، تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية مشتغل من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. العملية تعود إلى معلومة أمنية ورثت إلى المصلحة تفيد تواجد 3 أشخاص على مركبتين، الأولى مرقمة بترقيم أجنبي والثانية بترقيم ولاية الجزائر على مستوى إحدى أحياء مدينة مشتغل بصدد إبرام صفقة خاصة بالمؤثرات العقلية. بدأ إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تشكيل فوج بالزي المدني وآخر بالزي الرسمي والتنقل على الفور لعين المكان أين تم توقيف أحد المشتبه فيهم عند المدخل إحدى العمارات، وحجز كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ميليغرام تقدر ب 13905 قرص مهلوس، كما تم حجز قطعة صغيرة من المخدرات وسلاحين أبيضين في موضعين آخرين فيما لاذ سائق المركبتين بالفرار. التحقيق مع السالف الذكر كشف أن أحد المشتبه فيهما الفار يعتبر شقيقه ويعمل ضمن شبكة لترويج المؤثرات تنشط ضمن قطاع الاختصاص. عن التهم: حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع ووضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع والنقل والشحن والتخزين من طرف جماعة إجرامية منظمة، حيازة المخدرات لغرض البيع، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي. تم تقديم سالف الذكر أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي أفراد الشبكة لتقديمهم أمام النيابة.